متابعين يلا تيس حلقة جديدة واقول لكم كالعادة يلا نذوق. كلنا نعرف انه البيتزا ايطالية، لكن في برونكس بيتزا البيتزا بنيويورك ستايل، يلا نسويها. سوينا يا جماعة الببروني بيتزا، الآن راح نسوي الإكس لارج بيتزا أو البارتي بيتزا مع الشيف. شفتوا يا جماعة طريقة عمل البيتزا وكيف سواها الشيف، وسوينا البيتزا الإكس لارج أو البارتي بيتزا على جزئين، والحين نذوق. الله 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 الله، رائعة. والحين أجرب النص الثاني من البيتزا يا جماعة، والله شكلها قرب 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 وريهم، رائعة. الصوص اللي عليها خرافي، الشكل رائع والطعم اروع. ودي يا جماعه الماك اند تشيز، واو واو. الحين بنجرب هالوبينو تشيز بايتس، شيء رائع، واو اميزنج. متابعين يلا تيس وصلنا لنهاية الحلقة، الحلقة المميزة اللي جربنا فيها أنواع بيتزا كثير كلها من برونكس بيتزا. يعطيكم العافية وأشوفكم في الحلقات الجاية، أنا أخوكم عبد الرحمن السيد وفي أمان الله. أوه، جيت أقول لكم الحلقة عندهم رائع.